واليوم عاد يوم رواتب، مقدمت من الرواتب اليوم عسى الله يبارك لنا ويبارك لكم يا رب العالمين ويرزقنا ويرزقكم. ولا تنسون الصدقة، الصدقة من الراتب زينة، وتبارك بالراتب. وعندنا حنا مشروع جمعية البر بالمدينة المنورة، عندهم الله يجزاهم خير، ها وقف الصدقة فيها الأسهم اللي قد ما تقدر حط، لا يعني تستهين بشيء، لو هي هلالات لو هي ريالات إلى أعلى المبالغ، والعالم فيهم خير وعسى الله يكتب أجركم يا رب العالمين. لا تدخلون شيء التاجرون فيه مع الله، عسى الله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال، ويوفقنا وياكم ويدلنا احنا وياكم على طريق الخير والطريق اللي يبارك بمالنا ومالكم يا رب.